وللحديث عن الأزمة الاقتصادية في العراق واستفحالها في ظل الصراع بين شركاء العملية السياسية على الموازنة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي. أهلا بك معنا دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك دكتور صباح. ما هو السبب عدم إقرار الموازنة إلى الآن وفق رؤيتك، وماذا يعني هذا التأخر؟ حقيقة موازنة 2021 جاءت بعد عدم إقرار موازنة 2022. يعني 2020 لم يتم إقرارها وتم الاعتماد على بنود موازنة 2019 وتم تمريرها بشكل لا يخدم العراق مطلقا. وكذلك ايضا سبق ان 2014 موازنة 2014 لم يتم اقرارها وكانت تقدر بحدود 145 مليار دولار، تم عمليات صرفها دون معرفة اي ختاميات مطلقة. اما الان 2021 نلاحظ أن حصة الإقليم التي تتجاوز 12.6 من الموازنة هي الجوهر الأساس، ليس في مسألة إقرارها وإنما الاعتماد على المادة 11 التي تؤكد على أن النفط العراقي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه في جميع المحافظات والعقول والأقاليم يجب أن يتم تصديره عن طريق شركة واحدة هي شركة سوما المعتمدة لدى الحكومة ووزارة النفط. بينما الإقليم، وهنا تكمن عملية الخلاف والمساءلة الكبيرة، الإقليم منذ إنشاء استخراجه للنفط بعد 2003 ولغاية اليوم يعمل على إنتاج وتصدير النفط والتعاقد مع الشركات وغيرها وحتى التعاقد مع دول أخرى دون المرور بوزارة النفط وشركة سوما. 2019 في بدايتها في 12/12/2018 تم الاتفاق بين رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي مع حكومة الإقليم بأن يعمل الإقليم على تسليم 250 ألف برميل للحكومة المركزية في بغداد مقابل إطلاق حصة الإقليم اللي تتجاوز 12.6، لكن حسب تلك الفترة يقال تم رفعها حتى إلى 17% أيام السيد عادل عبد المهدي دون موافقة من قبل مجلس النواب وغيره. أما الآن مجلس النواب يطالب الإقليم ليس بنفس الدرجة لجميع الكتل، هناك كتل تعمل على الضغط على الإقليم أن يكون ضمن مركزية الحكومة في بغداد، سواء المنافذ والمعابر والإيرادات المختلفة اللي هي خارج النفط يجب أن تعود إلى مركز بغداد، وهذا قام به في بداية استلام رئاسة الوزراء الكاظمي، قام بعمليات محاولة السيطرة على المعابر والمنافذ الحدودية والضرائب والجمارك وغير ذلك من الإجراءات التي حاول بها أن يخضع جميع المعابر في العراق إلى الإدارة المركزية. بينما الإقليم بعيدا عن ذلك. طيب دكتور صباح، أليس من الإجحاف هكذا كما يقول البعض تحميل حصة الإقليم، يعني موضوع حصة الإقليم المسؤولية عن تأخر إقرار الموازنة، وكأنه لا يوجد أي يعني معرقلات أخرى في إقرار الموازنة؟ بصراحة
ليس الإقليم وإنما الكتل السياسية بمجملها كانت تتعامل من حيث الواقع المالي والاقتصادي، حيث عمليات التغطية بين الكتل على طبيعة الفساد الموجود، هذا هو الجوهر الأساس الذي أدى إلى تراكم الأزمات وظهورها في الظرف الحالي بعد أن طرحت الموازنة 2021 في مجلس النواب. ولذلك نلاحظ الإقليم لم يتحمل، وإنما ليس السياسيين وإنما الذين يدفعون الثمن الشعب العراقي بكامله، كردا وعربا وأقليات الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه حقيقة. ولذلك تأخير الموازنة أعطى إمكانية عالية جدا لأن تكون أزمة سياسية جديدة قد تؤدي إلى عدم إقرارها وصولا إلى الانتخابات في 10/10، وهناك من يدفع به عدم إجراء الانتخابات حقيقة. ولذلك نلاحظ هناك إصرار على استمرار حالة التوتر في داخل مجلس النواب، وبينما الحكومة تم الاتفاق ما بين كردستان، حكومة كردستان ومركز بغداد، حكومة بغداد في مسألة 12.6 مقابل 250 ألف مقابل 50% من الإيرادات من الضرائب، وكذلك نعم. أيضا دكتور صباح والجمارك وغير ذلك، ولكن ما زال كتل في مجلس النواب تعمل على استمرار حالة عدم إقرار الموازنة وصولا لأهداف سياسية أخرى. نعم دكتور صباح، يعني إذا أردنا تبسيط الأمور أكثر، ما الذي يعنيه عدم إقرار أو تأخير إقرار الموازنة على المواطن العادي في الشارع، على المواطن العراقي في الشارع العراقي، في دولة يعني تعلم هي بالأساس تعاني مشاكل في الخدمات؟ أولا هناك كثير من المشاريع المتوقفة التي تحتاج إلى أموال بدون عملية الإقرار للموازنة لن تتمكن الجهات الرسمية من عمليات الصرف والإنفاق، وإحنا نمر حاليا سينتهي الربع الأول من العام وقريبا ندخل بالربع الثاني، وما زال ولغاية الآن لم تقر الموازنة، وهذا يشكل عائقا أمام كثيرا من أفراد الشعب العراقي، خصوصا المرتبطين ب الخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية وغير ذلك، ومن ضمنها عقار التلقيح الذي لم يصل إلى الآن بالنسبة لكورونا، حيث لم يتم عملية رصد أموال مخصصة، لذلك إن لم تقر الموازنة لن يتمكن العراق من شراء العقارات حقيقة لتلقيح المجتمع العراقي ضد كورونا، وهذا يشكل خطرا اكبر على عموم افراد الشعب العراقي. نعم إذن الدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.